باسم الآب والابن الروح القدس لان واحد آمين. يعني فرصة سعيدة أو إن احنا نجتمع حوالين كلمة ربنا، ووصلنا للإصحاح 22 من سفر أعمال الرسل، وده هيحكي قصة بقى ظهور السيد المسيح لشاول الطرسوسي لما هو هيحكيها أمام الشيوخ والجماعة في أورشليم وأمام الشعب، علشان هما هو الحقيقة لما كان وصل أورشليم وكل الناس كانت بتحذره أن يروح أورشليم لألا يقبض عليه وممكن يسفكوا دمه أو يقتلوه، ولكن هو أصر على الذهاب لأورشليم لأن هو كان عنده من الشجاعة الروحية من أجل المسيح ليشهد حتى في داخل الهيكل عن السيد المسيح. فعلا لما وصل الناس لما شافوه، على الأخص الناس اللي كانوا يعرفوه من مناطق اليونان وقبرص وليكاونية وأقليب أخائية والأسيا الصغرى وأفسس، الناس اللي شافوه هناك في الأماكن دي بص لقوا قدامهم فين؟ في أورشليم. والناس دي كانوا يهود بس في الشتات كانوا في داخل أورشليم لمناسبة ما، لربما عيد الفصح، فلما شافوه هاجوا عليه ومسكوه وقعدوا يبهدلوا فيه لولا أن قائد المئة جه وخلصوا منهم وأخدوا علشان يفحص الأمر بخصوصه. وفعلا في آخر الإصحاح الثاني جه معلمنا بولس الرسول اتكلم مع القائد دهوت الروماني باللغة اليونانية، فقال له أنت بتعرف يوناني؟ قال له أنا أصلي من طرسوس وأنا اسمي بولس، واسمح لي أن أنا أتكلم قدام الجمهور قدام الشعب. دايما كان معلمنا بولس الرسول بينتهز الفرصة علشان يبلغ البشارة المفرحة للشعب أيا كان الموقف اللي هو كان فيه، مش مهم يكون انضرب، مش مهم يكون اتبهدل، وديت صفة الخادم الأمين، مش مهم يكون حصل له إيه، مش مهم يكون اتشتم من حد، مش مهم يكون اعتدي عليه من حد، لكن كل همه عاوز يوصل للي قدامه طبيعة المسيح في حبه وفي رعايته، وعايز يوصل للي قدامه حنية المسيح عليه وكمان وصاياه المفرحة ليه. وبالتالي هنا هنشوف دلوقتي أن القائد الروماني سمح له فعلا في وسط الناس الكتيرة والشعب الكتير اللي يعني وقع على بولس وتهجم عليه، سمح له أن هو يتكلم قدامهم. فقال إيه؟ قال أيها الرجال الإخوة والآباء، يعني شوفوا في ظل ما هو تهان واتشتم وانضرب إنما متمسك باحترامه للناس، متمسك بتقديره للآخرين، وأيضا بينعت كهنة الهيكل بالآباء اللي كانوا حاضرين أو الكتبة والفريسيين على سبيل المثال، متمسك بالمبادئ الأخلاقية، وده شيء كويس قوي قوي لما ان احنا مهما حصل للانسان المسيحي بالذات من امور لا تليق، لكن متمسك برضو باخلاقه ومتمسك ان هو يعرض كلامه في محيط من يعني الادب، ومش معنى كده ان هو يقابل الوحاشه بالوحاشه، لا مش حكمه دي، لكن بالعكس زي ما علمنا معلمنا بولس الرسول نقابل الشر بالخير، وده شيء مهم جدا في محيط حياتنا اليومية. فقال لهم أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا احتجاجي الآن لديكم، بيستأذنهم يعني بيقول لهم اسمعوني بس
اسمعوني. فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا أخرى. فقال أتري، هو كان بيكلم باللغة اليونانية مع القائد الروماني ومع الناس اللي هم جم من الشتات، وتصادف أنه هو شافهم فلازم يكلمهم باللغة بتاعتهم لأنه أساسا رجل قبرصي، معلمنا بولس أو من أهل طرسوس بيتحدث اللغة اليونانية، لكن هو كان يعرف اللغة العبرانية لأن زمان والده بعته إلى أورشليم علشان يتعلم، على الأخص عند رجل كبير اسمه غمالائيل، فتعلم من صغره برضه هو بيتعلم في أورشليم اللغة العبرانية، بس أصبح متعصب جدا لليهودية ومتعصب جدا لآبائه اللي هم علموه، وده برضه كان شيء من التطرف جعله أنه هو يعني يدخل الناس المسيحيين في السجون ويضطهدهم. طيب هنشوف هيقول ايه. فقال أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة اللي هي أورشليم مؤدبا عند رجلي غمالائيل. غمالائيل ده كان راجل كبير قوي، يعني ذات رتبة كهنوتية وتعليمية في العلم اليهودي ووصايا الناموس، كبير خالص غمالائيل. فبيقول إن هو تربى عند رجلي غمالائيل على تحقيق الناموس الأبوي، يعني تحقيق الناموس بتاع أبائه، يعني دراسة الوصايا في العهد القديم يعني، والناموس بتاع أبائه، الناموس الأبوي. وكنت غيورا لله، ودي فعلا صحيح، كما أنتم جميعكم اليوم. يعني بيقول لهم أنا كنت غيور جدا زي ما أنتوا غيورين دلوقتي والنهاردة، ما رضيتوش أو رفضتم أن أنا أتكلم عن المسيح يسوع الناصري اللي هو بمثابة المسيا اللي وصل، لأن كنتوا لسه عندكم معايير تانية للمسيا اللي جاي، فأنتوا رافضين المسيا اللي هو اتصلب. فأنا كنت غيور على الناموس والوصايا الأبوية والناموس الأبوي زيكم بالظبط. واضطهدت هذا الطريق حتى الموت، واضطهدت هذا الطريق حتى الموت. ايه هو الطريق؟ حد يقول؟ معلمنا بولس الرسول بيقول واضطهدت الطريق حتى الموت. مين هو الطريق؟ المسيح، طريق المسيح يعني، مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء. ليه؟ لأن شاول وقتها اللي هو معلمنا بولس الرسول وقتها كان بيعتبر أن المسيحيين دي جماعة مهرطقة خرجت عن الأمة اليهودية، فكان من الواجب عليه أنه هو يمسكهم ويأيدهم بالسلاسل ويدخلهم السجون بموافقة رؤساء الكهنة. فبيقول لهم يعني كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة، يعني بيقول لهم ده اللي بيشهد عليا كده رئيس الكهنة نفسه اللي هو مين؟ قيافة بقى وقتها. هو حنانيا كان موجود لربما مات، بس كان ابن أخوه قيافة هو رئيس الكهنة. كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذ أخذت منهم رسائل للإخوة إلى دمشق ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. فبقول لهم أنا أخذت رسائل من رئيس الكهنة
في أورشليم هنا، ورحت بها دمشق علشان أقبض على مين؟ المسيحيين اللي هم أصحاب الطريق اللي هو المسيح، أصحاب المسيح، واجيبهم علشان يعاقبوا في أورشليم. طبعا هو معلمنا بولس الرسول ندم على الطريق اللي كان ماشي فيه ده، يعني هو حتى قال في رسالته لتيميساوس الأولى واحد، بيقول له: أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان، وتفاضلت نعمة ربنا جدا بعد ما آمنت والمسيح ظهر لي بقى بعد كده. فهو بيحكي، بس هو ندمان على اللي عمله ده من اضطهاد المسيحيين اللي كانوا يهود وبقوا مسيحيين وأمنوا. فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار، خدوا بالكم الكلمة نصف النهار دي مهم. نصف النهار يعني إيه؟ يعني في عز الظهر. يعني إيه؟ يعني الشمس يعني نورها يعني شديد، نورها إيه؟ شديد. طيب حصل إيه؟ بغتة يعني فجأة يعني، أبرق حولي من السماء نور عظيم. يبقى النور العظيم بتاع المسيح أقوى من نور الشمس، تصوروا. يعني إحنا بنمشي في عز الظهر مش محتملين الشمس ولا نقدر نبص في الشمس. طب تصوروا المسيح لما ظهر له، أحبائي، ظهر له بنور أقوى من الشمس. ده يبقى إيه؟ بس نور المسيح يعني مش هيضر، نور المسيح ما يضرش. فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ سمع صوت. فأجبت: من أنت يا سيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا، ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي يكلمني. يعني الجنود وخدام الهيكل اللي كانوا معاه ماشيين شافوا النور فترعبوا، يعني جالهم رعب. وعلى الأخص لما شافوا معلمنا بولس شاول زميلهم سقط من كتر النور، بس ما سمعوش الصوت، صوت المسيح، إنما هو اللي سمعه، هو اللي سمعه. ليه بقى يا أحبائي؟ لأن الدعوة دايما من ربنا للإنسان هي دعوة خاصة. هي دعوة خاصة؟ لما يحب يجيب الإنسان الضال تلاقيه بيتعامل معاه بطريقة خاصة، زي ما في ناس كتير بتعرف المسيح، المسيح بنفسه يظهر له، هو ما يظهرش لأبوه ولا أمه ولا أخته ولا أخوه، هو بالذات. لأن الدعوة هنا خاص. الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم، هؤلاء دعاهم بالدعوة الخاصة دي. فاللي حواليه شاف النور أي نعم، بس ما سمعوش الصوت، ما سمعوش الصوت. فالقديس إمبروسيوس أسقف ميلان بيتأمل في الحكاية دي، يعني إن ليه هو بس لوحده اللي سمع صوت المسيح. فبيقول للشخص، بيخاطب الناس أو الأخ اللي قدامه، بيقول له: لهذا أيها العزيز القديس، من يؤمن يسمع، ويسمع لكي يؤمن، أما من لا يؤمن فلا يسمع، بلى أنه لن يسمع ولا يقدر أن يسمع لئلا يؤمن.
ما يقدرش يسمع لألا يؤمن. دي اللي غلظت قلوبهم بقى، زي الشعب اللي قدامه ده، اللي قدام بولس، اعتادوا عليه واحتجوا عليه وهم واقفين متغاظين منه. خدتوا بالكم؟ فهم مش قادرين يؤمنوا لأنهم لم يسمعوا صوت الرب ليهم. إنما معلمنا شاول هو رأى النور وسمع الصوت فقبل المسيح. إنما الخدام والجنود اللي حواليه رأى النور وما سمعوش الصوت، ما أمنوش بالمسيح. لإرادة ربنا لعلهم أمنوا بعد كده، يعني مش معروف، يعني ما تذكرش يعني. فقلت ماذا أفعل يا رب؟ ده معلمنا بولس بيحكي يعني. كلم المسيح زي ما في إصحاح 9 قبل كده، قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ ماذا أفعل يا رب؟ دلوقتي هو خطأ خاطبه، خاطب المسيح أنه هو الله، يا رب. يا رب عند الجماعة اليهود هي الكلمة المخففة عن يهوى أو الله، لأنهم ما كانوش يميلوا أنهم ينطقوا اسم الله الحسن على لسانهم، فكانوا يستخدموا الرب أو السيد معروف باللغة الإنجليزية. اللورد أو ذا لورد يتكتب بالإيه؟ بالكابيتال، الحروف الأولى، لأن ده اسم علم الله أو الرب السيد، كيرييه باليوناني. هو برضه أحبائي ليه نطق على المسيح أنه هو الله الرب؟ أصل الموقف موقف روحي متسامي جدا جدا. الجسد والكثافة والماديات لا شيء قدام روح الله أو قدام ربنا. لذلك كل اللي شافوا المسيح يقول لك شعرنا بالراحة وبالحب وبالجمال وبطيبة المسيح وبحنانه. إنما قبل كده لو تعامل مع المسيح بالجسد ممكن يشتم فيه، زي ما في ناس ممكن تشتم في المسيح. ليه؟ لأنه بيتعاملوا الذي من الجسد جسد هو، أما الذي من الروح هو روح. وكل ما إحنا يا أحبائي صرنا روحيين بطريقة أكبر وأكبر وأكبر، نحس بالمسيح وممكن نوصل ان احنا نشوف المسيح فعلا لو ربنا رايد بكده. يعني كلما انك انت بقيت روحاني وتركت الارضيات كلما قربت من المسيح. كلما انت بقيت لسه في الارضيات، لسه الاسلوب الوحش والشتايم والارض والطمع والحاجات، الاهواء والحاجات دي، برضو المسيح هيبقى بعيد عنك شوية. لذلك الكنيسة أمنا نصحة قوي بتخلينا نصوم، لأن الصوم يرتقي بالروح إلى أعلى للمسيح يعني. وبتخلينا نضرب مطنيات ونصلي ونقرع الصدر ونقول كيريا ليسون يا رب ارحم. كل دي الكنيسة بترقينا، بترفعنا كأطفال، بتسقينا اللبن العقلي، كأطفال بتسقينا اللبن العقلي اللي هو الروحي يعني. وبالتالي هنا شاول بيقول ربنا ماذا أفعل يا رب؟ فقال له الرب اللي هو الله الذي تجسد يسوع المسيح، قم واذهب إلى دمشق، وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. وإذ كنت لا أبصر، شاول معلمنا بولس بيحكي يعني،
بيقول ربنا قال له روح دمشق وهتترتب لك الأمور. وبيقول وإذ كنت لا أبصر، أتاري بقى النظر بتاعه اتحاش عشان يتمجد فيه ربنا بعد كده. ما هو ربنا يسوع المسيح شفى المولود أعمى، وكان مولودا أعمى لكي يتمجد فيه، يتمجد الله زي ما المسيح قال للتلاميذ. طب تمجد الله فيه ازاي يعني؟ اولا شفاه بالبصر من العجز البصري، خلاه يشوف، خلق له عين جديده. بس الاهم من كده وكده، قابله في الهيكل وقال له البصيره الروحيه الاهم، اتؤمن بابن الله؟ قال له اين هو يا سيد؟ قال له انا هو الواقف امامك. فسجد وقال له اؤمن يا سيد. دي البصيره الروحيه. هكذا شاول كان عديم البصيرة وأعمى روحيا، لكن كان محتاج أن يفتح روحيا، فكان لابد من معجزة تحصل له عشان تفتيح عينه، وبالتالي هيروح بقى دمشق ونعرف هيحصل إيه. وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور، يعني السبب نور المسيح البهي جعل عينيه الجسدية مش قادرة تستوعب هذا الجمال وهذا النور. اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت إلى دمشق. ثم أن حنانيا رجلا تقيا حسب الناموس ومشهودا له من جميع اليهود السكان أتى إلي ووقف وقال لي أيها الأخ شاول أبصر. ففي تلك الساعة نظرت إليه. أول ما قال له أبصر وحط إيده عليه في الإصحاح اللي فات بتاع إصحاح 9 يقول لك نزلت قشور علامة المعجزة وأبصر حنانيا. وكان حنانيا ظهر له المسيح وقال له يا حنانيا أنت تروح في زقاق الجديد هتجد مين؟ شاول. فأول ما سمع كده حنانيا اعترض على المسيح، قال له كيف أذهب لي هذا الرجل القتال اللي أودى بأولادنا في السجون الكتير؟ قال له لا، أنا هأجعله إناء مختار لي. وبالتالي جاله مين؟ حنانيا. فحنانيا جاله شفاه عينيه، وبعدين قال له إله أبائنا انتخبك، إله أبائنا اللي هو المسيح انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه، لأنك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت. هنا بقى بيسلمه العمل الكرازي وقال له هتشوف بعينك الناس اللي هتشهد للمسيح. والآن لماذا تتوانى؟ يعني انت مكسل ليه؟ وكان صايم بقاله 3 أيام، لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب. يعني انت المسيح زارك، النعمة زارتك، فانت مكسل ليه على ربنا؟ زي ما واحد احبائي يجي يحضر القداس ويصلي ويتناول وبعدين متواني لسه في عمل الخير، لسه متواني وما راحش يصالح اخوه او اخته، لسه متواني وما رجعش الحق لاصحابه، اتناول وصلى ولسه متواني وما عملش خير للناس الضعفاء. وهنا الكلمة ديت لماذا تتوانى، رغم ان هو شاف المسيح وسمع المسيح وحصلت له المعجزة وخد نعمة، وحنانيا يعتبر رسمه، ها، ورسمه كأب كبير رسولي هيكرز الأمم ويشوف بعينه الثمار بتاعته والناس
بتشهد للمسيح زيه كده، فلماذا يتوانى؟ دي موضوع مهم جدا. طب انت لما بتبقى فرحان بالمسيح، دي علامة زيارة النعمة ليك وعلامة زيارة النعمة لحضرتك. المسيح مفرحك بفرح سماوي، طب لماذا تتواني؟ وتشوفي ربنا بيقولك ايه، وليه بتتأخري عن عمل ربنا. وبالتالي في كمان لما معلمنا حنانيا قال لشاول وقتها قم، وكأنه بيوحي إليه بالقيامة المسيح جات له خلاص، مش المسيح ظهر لك، ده ظهر له بعد القيامة أهو، وهو نفسه بيقول أن المسيح ظهر لكثيرين لأكثر من 500 أخ، وظهر لي أنا أيضا. اللي ظهر له هو جاي من أورشليم رايح دمشق، فلما بيقول له حنان يقوم، وكأنه يقوم من سقطته أو سقطاته الكتيرة. واعتمد، يعني لازم يتعمد، أصل دي أمر إيه مهم. المعمودية هي باب الدخول للمسيح وللأسرار وللسماء كل حاجة، وللبنوة بالتبني. المعمودية مهم. واغسل خطاياك، دي مهمة دي. يعني ايه اغسل خطاياك؟ حد يقدر يقول اغسل خطاياك يعني ايه؟ اعترف، اعترف، لازم تعترف بخطاياك علشان اعطي لك الحل من خطاياك. امال ايه؟ دي كلمة مهمة دي. ده في احد الاباء لربما إيريناوس بيسمي سر الاعتراف ان هو الغسيل، بيسمي سر الاعتراف ان هو الغسيل، وهكذا يوحنا ذهب الفم. داعيا باسم الرب، يعني المسيح اللي ظهر لك هو الرب، داعيا باسمه. طب هنا يوحنا ذهب الفم بيقول برضه بيتامل في اللي حصل ده وفي كلام حنانيا، بيقول ايه؟ لقد نطق بأمر عظيم، اللي هو حنانيا يعني، إذ لم يكن له فقط قم واعتمد باسمه، بل داعيا باسم المسيح هذا يظهر أنه الله، يعني المسيح هو الله. فإنه لا يجوز أن يدعى، أن يدعي أن أو يدعى باسم، بأي اسم آخر غير الله. يعني كل أنبياء العهد القديم دعوا باسم الله، ولا دعوا باسم الملاك أو باسم إبراهيم ولا إسحاق، لا باسم الله. فإذا حنانيا بيقول له أنت هتدعو باسمه مين؟ المسيح اللي ظهر لك اللي هو الرب اللي هو الله، هتدعو باسم الله اللي هو ربنا يسوع المسيح الظاهر في الجسد اللي كان عايش وصنع الخلاص. يكمل بقى الكلام والقصة بتاعته، هو بيحكي القصة بتاعته معلمنا بولس، ويقول ايه؟ وحدث لي بعد ما رجعت إلى أورشليم وكنت أصلي في الهيكل أني حصلت في غيبة، يعني رحت في غيبة فرأيته قائلا لي، رأى المسيح يعني ظهر له قدامه، وقال له ايه المسيح؟ أسرع واخرج عاجلا من أورشليم لأنهم لا يقبلون شهاداتك عني، مفيش فايدة، فأخرج. فقلت يا رب هم يعلمون أني كنت أحبس وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك، وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت أنا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه. الحكاية قتل استفانوس وشاول كان واقف وحارس للثياب وراضي على قتله اللي جت في أعمال 7. فقال لي المسيح يعني، قال له إيه؟ اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. قال له
أنا حابعتك للأمميين بعيدا. فسمعوا له حتى هذه الكلمة. الجماعة بقى شيوخ اليهود والشعب اللي كان ملتف حواليه واعتدى عليه وادوله علقة واعتدى عليه وبهدلوه. فأول ما سمعوا من معلمنا بولس إن المسيح بيقول له فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا، يقول لك فسمعوا له حتى هذه الكلمة ثم رفعوا أصواتهم قائلين للرئيس الجند بقى: خذ مثل هذا من الأرض، يعني شيله من الأرض، لأنه كان لا يجوز أن يعيش. يعني المفروض نقتله، نقتل بولس، هيروح للأمم إزاي؟ ما هو الجماعة دول جايين من الأمم، يهود الشتات اللي جاي من اليونان، قبرص، بنطس، طرسوس، آسيا الصغرى، أفسس، أخائية، ليكيونية، بلاد دي. فهم كانوا حاضرين. فأول ما سمعوه إن بيقول إن المسيح قال له سأرسلك للأمم، راحوا قايمين وقالوا لرئيس الجند: خذ مثل هذا من الأرض، لأنه كان لا يجوز أن يعيش. وإذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا إلى الجو زي عادة اليهود، يعني زمان لما حد يزعل من التاني قوي ياخد من التراب ويرميه في الجو كده ويشتم عليه وممكن يلقيه بالحجارة. من اللي عمل كده في العهد القديم؟ شمعي ابن جيرة، لما داود الملك طفش من البيت لأن ابنه أبشالوم هيجيب الجيش وهيجي يستولي على القصر بتاعه وهو خايف عليه، فساب له القصر ومشي. وهو ماشي كان في رجل شاولي، يعني تبع بيت شاول، فلما شاف داود ماشي هربان راح خد من التراب ورماه في الجو وخد حجارة وقعد يرميه وقعد يشتم في داود. والقادة بتوع داود قالوا له بعد إذنك نروح يعني نخلص عليه، قال لهم لا اتركوه، الرب قال له اشتم داود. ده من جمال طبيعة الملك داود، يعني جمال طبيعته في الأمر ده. طيب هو هنا برضو الجماعة اليهود اليونان أو اللي كانوا حاضرين أول ما سمعوا أن بولس بيقول المسيح بيقول له راح نوديك للأمم، راحوا مسكوا التراب برضو وراحوا إيه عملوه في الجو، زروه في الجو كده وقالوا يجب أن يقتل ويتشال من على الأرض وكده. وبالتالي برضو رؤساء الكهنة، لحكاية لما ألقوا الثياب، كان من عادة رؤساء الكهنة والكهنة لما يحاكموا واحد ويلاقوه خرج عن الملة اليهودية يشقوا ثيابهم ويرموها، زي ما حصل مع مين؟ رئيس الكهنة شق ثيابه لما المسيح لما رئيس الكهنة بيسأل المسيح بيقول له أأنت ابن العلي، يعني ابن الله؟ قال له نعم. مش هيكذب المسيح، ما هو كده فعلا. فشق ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود، وابتدوا بقى إيه ياخدوه على بيلاطس. فدي من عادة الجماعة اليهود أو رؤساء الكهنة والشيوخ بتاعتهم، يلقوا بثيابهم على الأرض. وبالتالي لما حصل كده يا أحبائي، أمر الأمير اللي هو الأمير الروماني بقى أن يذهب به إلى المعسكر قائلا أن يفحص بضربات، يجلدوه يعني، ليعلم لأي سبب كانوا يصرخون عليه هكذا، يعني هو غلط في إيه. فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد المئة الواقف: أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ يعني ما تحاكمش ولا عليه غلطة. فهو قائد الماء أول ما عرف أن هو روماني الجنس، معلمنا بولس الرسول، وقف
ما قدرش يجلده بالسياط. فإذ سمع قائد المئة ذهب إلى الأمير وأخبره قائلا: انظر ماذا أنت مزمع أن تفعل، لأن هذا الرجل روماني. لأن كان ممنوع أن رجل روماني يجلد إلا بعد المحاكمة وإصدار الحكم من القاضي، ده ما حصلش، وده رجل روماني الجنسية. فجاء الأمير وقال له: قل لي، أأنت روماني؟ فقال: نعم. فأجاب الأمير: أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية. يعني الأمير ده هو ما كانش روماني، لكن اشترى الإيه؟ الرعوية الرومانية، الجنسية الرومانية بفلوس كتبيرة. فقال بولس، رد عليه يعني وقال له: أما أنا فقد ولدت فيها، ما هو اتولد في طرسوس، وطرسوس ديت بلد رومانية، بلد إيه؟ رومانية، اللي فيها الشعب واخد الجنسية الرومانية العادية. وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه، فقالوا: لا، ما ندخلش في قضية لألا الإمبراطور ولا الحاكم الأكبر يجازينا إن إحنا بنجلد واحد ونعمل مشاكل لرجل روماني بيحمل الجنسية الرومانية. واختشى الأمير لما علم أنه روماني، ولأنه في قد قيده، يعني فك بقى القيود عنه، يعني قال له: طب خلاص، يعني لما لقاه إيه؟ رجل روماني يحمل جنسية رومانية. وفي الغد إذ كان يريد أن يعلم اليقين، يعني الأمير الروماني ده مستغرب، قال لك: طب ده رؤساء الكهنة اللي كانوا حاضرين هم اللي كانوا بيبعتوا بولس يقبض عن المسيحيين في دمشق، وبعدين يجوا دلوقتي عاوزين يقتلوه، ده في إن في الموضوع ده. طب اشمعنى يعني؟ لربما علشان رجل روماني وهم عبرانيين فعاوزين مثلا يقتلوا بولس الرجل الروماني. فالقائد الأمير الروماني ده الموضوع ده شغله، قال يعني بيقول ايه كان ليها لازمة ان الراجل ده يتبهدل ومعاه الجنسية الرومانية من الجماعة اليهود. فالموضوع ده شغله طول الليل. يقول لك: وفي الغد إذ كان يريد أن يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه، حله من الرباط، يعني فك عنه الأربطة، وأمر أن يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم، لأن هم اللي كانوا بيشغلوه، هم اللي كانوا بيبعتوه يجر الناس للسجون، وده راجل روماني، في إن في الموضوع. القائد ده عاوز يفهمها. فأمر إن رؤساء الكهنة يجوا كل مجمعهم، فأحضر بولس وأقامه لديهم، يعني وقفوا قدامهم علشان يعني يتحاجوا مع بعض، يعني بولس يحتج على اللي حصل له وهم يقولوا التهم عليه، هو عايز يفهم كده الأمير ده. الإصحاح اللي جاي هنعرف ومعلمنا بولس قال ايه ورؤساء الكهنة عملوا ايه معاه. لربنا كل مجد دائما أبديا، آمين.